أو جروبات صغيرة بنفس الشعبة مثلا حسب الحاجة. هنا الكوميونيتيز تحت اللي هي الاهتمامات الأخرى، مثلا لو نسوي بروز أو تصفح راح تظهر لنا math, language, social studies، العديد من المجالات. نختار المجال اللي يناسب اهتماماتنا احنا، فتشوفين ايش قاعد يصير او كيف تتشاركين معلومات مفيدة من هذه الجروبات. يعني المعلمين يكونون مسجلين فيها مثلا فتستفيدين منها. نرجع نزور الهوم. هنا من البوست في نوت alert assignment quiz and poll. النوت نضع فيه النوتات، نكتب النوت هنا مثلا انه في مثلا بكرة مثلا ما راح احضر المحاضرة مثلا على سبيل المثال. هنا نقدر نسوي attach يعني ارفاق فايل او لينك او library، شيء من اللايبرري. وهنا في ميزة انه اقدر ارسل الحين send now or schedule، او احدد الوقت اللي ابي النوت هذه ترسل للطلاب، اختار الديت وهذا واحط اوكي. وهنا اقدر احدد الجروبات اللي ابغى يوصل لهم النوت هذا. هنا الالرت نفس الطريقة، نكتب هنا الانذار اللي مثلا انذار اختبار مثلا ونحدد. وهنا بعد ايضا في send now or schedule. ايضا الاسايمنت نضع تايتل او عنوان الاسايمنت، وهنا نضع ديسكريبشن للاسايمنت، نختار نحدد الديت من هنا التاريخ، ونستطيع ارفاق الفايل او لينك او من اللايبراري تو لهذا الاسايمنت، ونحدد الجروبات اللي نرسل لها هذا الاسايمنت، وراح يظهر لهم لما يسجلون الدخول الطلاب. طبعا المجموعة راح يظهر لما يجي يسجل الطالب، يطلب منه رقم كود، المعلم يضغط على هذا الجروب وراح يظهر له هنا على يمين الشاشة جروب كود. هنا راح يطلع لك رقم بدلك لأنه تسكر هنا الجروب، لازم يسجلون تقريبا بعد مو أقل من أسبوعين بعد ما تسوين create للجروب. فراح يظهر لك هنا كود، هذا الكود ياخذ الطالب ويسجل فيه دخول عشان يطلع ضمن المجموعة هذه، الكود اللي هنا لما نضغط على المجموعة. نرجع هنا الكويز، نقدر نسوي create quiz، نسوي كويز جديد أو نحمل الكويز سوينا قبل من هنا على الجهاز. فنسوي create quiz، هنا نحدد التايم وقت الكويز لأنه راح يكون أونلاين، وهنا عنوان الكويز، هنا نختار نوعية الأسئلة multiple choice true and false، أو نسوي هنا add first question. لما نضغط على add first question راح نكتب هنا مثلا أنا اخترت خيارات، أكتب السؤال أحط خيار هنا وخيار هنا مثلا، وأسوي أي واحد هو ال correct answer عشان لما يصحح الجهاز أو الموقع يعرف الإجابة الصحيحة. ومن هنا أحدد درجة السؤال نفسه، الدرجة اللي هنا على السؤال هذا الحالة، والسؤال الثاني لو أضغط على علامة الزائد راح يضيف لي سؤال آخر، فأقدر أغير نوعية السؤال من هنا short answer fill in the blank وهكذا، وأحدد درجته من هنا مثلا أحط عليه 6 درجات، فراح يطلع لي إنه 6 درجات. وراح يجمع لي الدرجات كلها، مثلا هنا about this quiz 8، يعني الأول 2 والثاني 6 راح يطلعوا 8. هنا preview يوريك الأسئلة بشكل عام، وهنا البرنت الطباعة، هنا randomize question عشان يلخبط لك الأسئلة لما الطلاب يجون يحلون، يلخبط لك الأسئلة السؤال الأول الثاني والثاني الأول وهكذا. هنا assign quiz اعتماد الكويز وبس. هذا بخصوص الكويز. هنا خاصية البول اللي هي مرة مفيدة وإضافة للموقع. هنا أنا سويت بول اللي هو زي الاستطلاع، تكتبين لما نضغط على بول نكتب هنا السؤال اللي نبغاه، مثلا كيف تقضي كم تقضي من الوقت على جهازك في استخدام الانترنت، نضع هنا جواب أول مثلا ساعتين وهنا ساعتين فأكثر، وأيضا في هنا send now or send schedule.
ونضع الجروب اللي نبغى يروح لهم الاستطلاع او لاي او لهم كلهم بعد. طبعا هم راح يظهر لهم زي هذا هنا. هنا وضعت مثال يعني which one is easier more and more helpful when translating. فراح يطلع لك، راح يسوونهم vote ويصوتون، وهنا نسوي refresh. فزي ما قلت لكم هذه ميزة كويسة في البرنامج. شيء أخير، الطالب لما يسجل راح يطلع له هنا زي ما الجروب له كود، الطالب أيضا له كود خاص فيه، كل طالب له كود خاص فيه. فلما يسجل الطالب راح يطلع له كود، الكود هذا ياخذونه الأهل ويسجلون فيه، لأنه لما يسجلون راح يطلع لهم أدخل كود الطالب، فالكود راح يطلع هنا ويسجلون فيه ويشوفون مستوى تقدم ابنهم. هنا مثلا انا سويت كويز، هنا طالع لي turned in 0. 0 هذا يعني انه لسه للحين ما حد سوى الاختبار هذا، لكن لما يسويه احد مثلا واحد يطلع لي واحد واثنين هكذا. الطالب لما يدخل على الواجهة هذه راح يضغط على العلامة هذه، المربع هذا، ويبدأ بحل الاختبار، راح يضغط على المربع هذا ويحل الاسايمنت وهكذا. إن شاء الله هيكون هذا كل شيء، أعطيتكم صورة عامة عن الموقع، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وشكراً.